السلام عليكم الزميلات، نتمنى تكونوا على خير وبخير وصحه جيده ان شاء الله بحول الله. الفيديو اللي لنا اليوم ان شاء الله بحول الله غادي يكون بعجاله وشرح مبسط ان شاء الله بحول الله عن حل مشكله يعني عدم قبول بطاقه كود 30 يعني في الباي بال. ما كتبغيش تربط الكلام على الباي بال، ما كتبغيش يعني تشري في المواقع ديال الانترنت، ما كتبغيش تشري بزاف ديال الحوايج. فاليوم ان شاء الله بحول الله غادي نعرفوا شنو هي الطريقه باش ان احنا نربطوا البطاقه ديالنا مع الباي بال، وفي نفس الوقت نقدروا نشري منها من المواقع الالكترونيه يعني بدون مشاكل، بدون رفض يعني البطاقه البنكيه ديالنا. بكل صراحه انا مريت من التجربه هذه، يعني بديت كنقلب كنبحث كنشوف شنو هي الطريقه باش يعني باش نحل المشكل ديال رفض البطاقه البنكيه ديالي عند الباي بال او لا يعني في بعض المواقع الالكترونيه كنجي كنبغي نخلص بها يعني اونلاين، ما تيقبلوش لاكارت، يقول لي تما رفضت البطاقه يعني ماستر كارد الخاصه بك. بغيت نعرف علاش. بديت كنقلب حتى انايا كنقلب حتى انا كنشوف نقلب على شي معلومه، المهم ما لقيت غير تخربق. هذا تيقول لك لا حقا خصك تمشي عندهم باش يفعلوها لك، هذا خصك تيقول لك لا خصك دير يعني بطاقات اي شوبينغ. وهو بصراحه يعني كاين عندهم الحق يعني الا في حاله واحده، الا كنتي الدولار الخاص بك اللي عندك وسط الباي بال، انما هي بطاقه كود 30 راهي انترناسيونال، راه ما يمكنش ما تقبلكش يعني في المواقع الالكترونيه ضروري ليها، لحقاش هي انترناسيونال يعني كتستخدم في المغرب وخارج المغرب، هذا هو المفهوم ديالها. فلذا ان شاء الله بحول الله الى غادي يعجبك الفيديو ما تنساش دير لايك، والا ما عجبكش دير ديسلايك ماشي مشكل. فلذا ان شاء الله بحول الله غادي نشوف الطريقه الصحيحه ان شاء الله بحول الله باش نفعل البطاقه ديالنا وتبقى تقبل في اي موقع ان شاء الله بحول الله. ما تمشيش بعيد، ندوز ان شاء الله بحول الله. واخا بسم الله على بركه الله نبدا. اول حاجه هانتوما غادي نجيو مثلا نجينا الباي بال ديالنا، ندخلو غادي نجيو غادي نديرو ربط البطاقه او بنك، غادي نضغطو عليها بحال هكا، غادي نديرو لين كريديت كارت، ندخلو بحال هكا، يطلبو مني هنا النومبر ديال لاكارت يعني ارقام المتكونه من 16 رقم كما كتشوفو، غادي ندخلهم كاملين ورا عارفها ماستر كارد. هو تعرف على بانها ماستر كارد، غادي ندخلو نديرو عاوتاني تاريخ انتهاء الصلاحيه هكذا، غادي نجي لهنا غادي ندير الكود كما قلت لكم راه كيكون خلف البطاقه يعني متكون من ثلاثه الارقام لليمين. فوالا هكا غادي ندير ربط لينكات بحال هكا، نشوفو واش غادي يقبلها مني. فوالا هو انا كيقول لي ما قبلهاش، هو كما راكم تشوفوا هنايا ندير لكم الترجمه باش تفهموا. انت ما رفضت بطاقتك من قبل البنك المصدر يرجى تجربه بطاقه مختلفه او الاتصال بجهه الاصدار البطاقه لطرح الاسئله. فوالا هنا شوف ما الدخول ما شي حاجه، انا عييت من بحيت عييت من نقلب على بزاف ديال المسائل كنلقى يعني هضره خاويه بكل صراحه، لا حقا خصك تمشي عند البنك، لا هما اصلا واش يعطيوك وقت بعدا اصلا باش تمشي عندهم، ما تيعطيوكش حتى الوقت، انت كتمشي تحط فلوسك عندهم وهما يعني بكل صراحه يعني السياش صراحه ما غادي تمشي عندهم اخويا، ما غادي تمشي عندهم ما والو. انا غادي نوريك الطريقه دابا ان شاء الله بحول الله سهله، غادي تربطها مع اي حاجه بغيتي، غادي تشري منها من اونلاين، غادي تخلص بها من الانترنت، غادي تربطها مع جوجل بلاي، تربطها مع اللي يعجبك، المهم اللي بغيتي انت غادي تربطها معاه. فوالا ان شاء الله ندوزو للطريقه. اول حاجه شنو غادي نمشيو، غادي نمشيو لتطبيق سياش موبيل عفوا، نجيو سياش موبيل بحال هكا، ندخلو الكود ديالنا، من بعد ما دخلنا الكود ديالنا نديرو الولوج، ندخلو بحال هكا. الواجهة ديال لابليكاسيون ديالنا هي هادي كما راكم تشوفو. الو انا فين غادي نمشي، ما غادي نمشي حتى شي بلاصة، ما غادي ندخ ما والو، اون فوا غادي طلع عندي هاد الواجهة بحال هكا غادي نضغط على الماستر كارد ديالي، نضغط على البطاقات بحال هكا، نضغط بحال هكا. هنا تيقولي العمليات اللي فوتي، العمليات زعما اللي سبق لي درتو هادي فهمتي، ما غادي نمشي حتى شي بلاصه، غادي نجي لهاد الزائد الاحمر ها هو لتحت، غادي نضغط عليه ضغطه بحال هكا. فوالا يطلعوا لي مجموعه من الخيارات هنايا، عندي اعاده حساب بين يعني تدبير سقوف، تدبير البطاقه، عندي تدبير المخصصات. فوالا انا غادي نجي لهاد تدبير المخصصات وغادي نضغط عليها ضغطه بحال هكا. فاش غادي نضغط عليها بحال هكا ها انتما كتشوفوا حدد نوع العمليه، هنا عطيني الاختصاصات ديال هاد البطاقة شنو خصني ندير. ها نتوما المخصصات السياحية يعني بحال دابا هكا نمشي انا نخلص نجبد من كارت كيشي، نخلص مثلا بحال دابا هكا في لي سوبر مارشي نشري بها مثلا الأطعمة من ماكدونالد، أي حاجة ندير بها اللي بغيت هي راه مفعلة
يمكن ليا ندير لها تجميد الا بغيت نجمدها، ما يمكن ما غاديش تولي بحال ما تبقاش تخلص. انما مخصصه التجاره الالكترونيه، يعني باش انك تشري منها، تشري من الانترنت اونلاين او لا تشري مثلا من جوجل بلاي، يعني تشري شي ابليكاسيون او لا تربطها مع الباي بال، راه ما غاديش تربط لك مع الباي بال نهائيا. الوغ شنو خصني ندير انا؟ غادي نجي لهنا، انا غادي نعلم لكم ان شاء الله بحول الله. فوالا ها هي، غادي نجي لهنا وغادي ندير لها تفعيل. هنا شنو تيقول؟ رقم البطاقه الوضع الحالي مجمده، وضع جديد مفعله. غادي ندير تاكيد. فوالا تم تفعيل مخصصات التجاره الالكترونيه لبطاقتك. فهمتوا؟ ها انتما دابا ان شاء الله بحول الله فين ما دخلت بها راه غادي تدخل، فين ما بغيت نشري بها اونلاين او بغيت تربطها مع الباي بال او لا شي حاجه راه غادي تربطها مع الباي بال. نرجعوا للباي بال ديالنا بحال هكا، نعاودوا نفس العمليه، نيت نديروا ربط بطاقه بحال هكا، نعاودوها نفسها نيت. هانتوما كما راكم تشوفوا، حدد نوع البطاقه، غادي نديروا ماستر كارد، غادي ندير تاريخ انتهاء الصلاحيه كما قلت لكم، ندير عاوتاني الكود ديالي، غادي ندير بطاقه الارتباط بحال هكا، غادي نربطها دابا ان شاء الله بحول الله. اي فوالا، هي تربطات ونبينا عليه الصلاه والسلام. انا جانا عييت ما نقلب بكل صراحه، لا حقا سير دير هكا، سير عندهم السير، سير عندهم البنك، سير هادي. انا كما قلت لكم ما تعطوكش حتى الوقت باش انك تحط عندهم فلوسك، عاد باش يعطوك الوقت باش تقول لهم انا راه ما بغاتش تشري لي اونلاين ولا ما بغاتش تربط لي مع الباي بال، ما غاديش يعطوك الوقت تكون على يقين. هذه هي الخاصيه باش انك الوحيده باش انك تفعل البطاقه ديالك خويا ولا اختي، باش انكم تفعلوها مع بدون مشاكل، تربطها مع الباي بال، تشري بها اونلاين، تشري بها اللي عجبك. انا غادي ندير دون بحال هكا، ها هي الحمد لله مربوطه، كلشي دابا يمكن لي نخرج ولا ندخل منها. بالمناسبه هذه يمكن لي نهز يعني هنا الباي بال، غادي يكون راه خدام مربوط مع البطاقه البنكيه ديالك. غير هو في حاله ما الى بغيتي باش انك تخرج يعني الدولار اللي عندك هنا في الباي بال تخرجو الكونت بانكير ديالك، راه خصك ضروري من واحد البطاقه اللي سميتها اي شوبينغ. هذه راني سبق ليا وشرحت لها في واحد لا فيديو ان شاء الله بحول الله. اي فوالا، كما راكم تشوفوا هنا الى جينا لطرق الدفع نضغطوا عليها بحال هكا، غادي نلقاو الماستر كارد ديالنا. ها هي هنا، ها هي السمي ديال الماستر كارد ديالنا. يمكن لي دابا نخلص بها، نشري من جوجل بلاي، ندير اللي بغيت دابا، نشري الالعاب، نشري اللي عجبني بالبطاقه البنكيه ديالي، يعني يمكن لي نشوبي بها، نشري اللي بغيت دابا حاليا. يعني خويا ولا اختي ما يمكن لك ما تحتاج لا تمشي لا تنقل لا عند البنك ولا انت شي حاجه، ما دير حتى شي خطوه خويا، ما تبقاش تثق بالخرافات والكذوب ديال عباد الله. حنا كنحاولوا بما امكن ان احنا نوصل لكم المعلومات تكون مبسطه وفي نفس الوقت اللي غادي تعطي معك نتيجه ان شاء الله بحول الله. فوالا خويا ولا اختي، كنقدر بزاف المشاهدين ديالكم وكنشكركم على التفاعلات ديالكم، وما تنساوش تشوفوا هذا لي فيديو اللي امامكم الان. نتمنى الله سبحانه وتعالى انه ينال الاعجاب ديالكم. رمضان مبارك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.